اطلع لي. لا لو لو. طبعا قبل ما نبدا كل شيء شكرا هذا الموقع اللي اعطاني هذا الحساب عشان اصور فيه هذا المقطع. الحساب متضمن بنت الطياره، سكلت بنفسجي، بلاك نايت، بنت الديسكو، يعني حساب مره خرافي بالنسبه لي. يقول لك هاو تو جيت بيتكوين، اذا تبغى تشحن حسابك بيتكوين في هذا الموقع. طبعا الموقع مره رخيص مقارنه بالثانيين، يعني شوفوا هنا من 5 الى 15 سكن 0.10، يعني تشتري 10 حسابات فيها 5 الى 15 سكن دولار واحد، عباره عن اقل من 4 ريال. شيء مره خرافي. ليش حاط البيتكوين في هذا الموقع؟ عشان يكون السعر ارخص عليه، لان الباي بال ياخذ ضرائب، فحاط باي بال وبيتكوين. اذا ما لقيتوا باي بال راح تلقون الطريقه هنا كيف تحول او كيف تشتري البيتكوين. طبعا هنا راح اختار رويال بومبر، راح اختار كميه، راح اختار حسابين، وبعدها راح يطلع لي دولار واحد، وهنا تحط الايميل اللي تبغى يوصل عليه المعلومات كل شيء. وبعدها اذا ما طلع لك باي بال راح يطلع لك كوين بيمنت اللي شرحتها في بدايه المقطع كيف تشتريها وزي كذا. راح اختار باي بال. طبعا بعد ما تختار باي بال تحط الايميل والباسورد حقه الباي بال حقتك، وبعدها راح يدخلك على صفحه الباي بال. يقول لك تبغى تختار باي بال ولا الفيزا، لاني رابط الفيزا انا بالباي بال فخيرني بهذا الخيار، ولا ما راح يطلع لك الا اذا كنت شاري من الاشياء او المواقع اللي فوق حقت البيتكوين. راح احط باي ناو على الدولار هذا الواحد، ويقول لي يو بيت خلاص دفعنا. طبعا هذا هو الحساب اللي في رويال بومبر، فمثل ما تشوفون هذا هو رويال بومبر. بالعافيه عليكم الحسابين، ولا تنسون دايم كود شب في اس ال، يعطيكم العافيه على كل شيء. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب 100 ليفل دثران، او 100 ليفل ديفل دثران حق المنوب زي كذا، لكن اليوم جايبينه فكرة ثانية اللي هي فكرة السكنات النادرة. اليوم معي دحوم، يا هلا دحوم. هلا. طبعا ما في غير دحوم، فدايركم تكتبون كومنتات خلاص دحوم خلاص دحوم. هم يكتبون والله مو بنا. طيب اذا تبون اكرس دحوم استخدموا كود في اس ال، ومرة جاية ما نصور معه. طبعا الحساب مو بلي عشان ما حد يشطح، مو بلي، الاشياء مرة نادرة. صفقوا له، صفقوا اللي يستخدم كود في اس ال، صفقوا له. خلونا نبدا الحين. طبعا في شيء نسيت اقوله، اللي هو باذن الله. طيب في الانستغرام باذن الله، اللي ما تابع انستغرام في سلوم يتابعني، اي واحد يشتري بالكود لو رقصه 200 اي شيء تشتري بالكود، مصور فيديو تشتري بالكود كود في اس ال حقي، بعدها ارسل لي على الخاص على الانستغرام، وراح اختار واحد راح يفوز ب 10 دولار باذن الله قريب. اللي ما تابع الانستغرام يتابعني، ولا ما استخدم كود يستخدم، ولو تشتري اي شيء او عندك فيديو قديم حتى شاري فيه بكود في اس ال ارسل لي، وباذن الله راح اختار واحد فايز ب 10 دولار. فيعطيكم العافيه جميعا على كل شيء، وخلونا نبدا. لا تنسون لايك والاشتراك، ترى دائما ما اقول سووا لايك، ما اقول اشتركوا، بس اشتركوا هالمره. كومبليت اول 100 ليفل اكسبلور ديفرنت ابن. وش ذا؟ من متى يطلع كذا الكلام؟ ما ادري والله، ما ادري، ما قرينا شيء الماب. ها اصبر نرجع. تحب المشاوير انت؟ ويلكم تو 100 ليفل دام ران وذ ذا ديفرنت. اوكي الو بس وين السكنات النادرة ومعرقين موت البداية كذا؟ اللون الماب صعب مرة صعب. يعطيك العافية دحوم، بس لا تبلكني الله، يعطيك العافية. لو 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 والله حسبت اني بموت. اوكي هلا. لا شلون صقعت انت؟ ما ادري سلكوا، اهم شيء بنت الطيارة كذا وحركات سكنات نادر. هي لد وش الهوا؟ لا وش الهوا اللي نططني قبل شوي؟ اوكي ايه زي دحوم، ايه تحمست انا. اطلع ام الحيطان استنى على طول. اوكي هلا هلا. امه مت مره ثانيه ما حد شاف دحوم حق والله سكن نادر، ولا ما له دخل؟ ما له. لا تكفى. اوف اوكي حركت اللوم انك. اوه انا رحت بعيد، تحمست. لا لا اوكي تاني لك. اي في لا بتهويش الله اني هويش رو. لا والله توقعت انه تشيك بوينت يا عيال، ما انتبهت. اوه هاي هاي شكرا سلوه بسرعه اخر. والله حسيت تشيك بوينت. كنت ابغاك تروح يا اخي، كنت ابغاك تروح يا اخي. لا لا دحوم غش وقف موت. الله عليك. طيب اللي بعده شلون؟ اروح هنا. حلو وش ذا وش حاط؟ وات؟ وش هذا جسمه؟ كفر. وش ذا الكفر غريب؟ وات؟ لا هو مش هي داخله كفر ترى. طيب شلون حاطه كذا؟
يعني قاعد تنط من فوق انت. شوف شوف اوكي. وهلو بيل ب 11 حلو. وعطى وعطى اوكي. هلا بالزحلقة. سهلة سهلة. ايه زحلق كمل. لا جاني جبتك. اوه اوكي. حلو. يوقف بعد الزحلقة هذه. الله الله. ها بسم الله. هذا ايش صار هنا؟ اطلع لي. لا 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 والله غبي. المشكلة قاعد يكمل. لا 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 انقز انقز لين اخر شيء. ايوه وي حلو. اوه حسبت في فخ ولا شيء. والله قاعد ادور. طيب. فخ انا اطيرني تكفى. اطيرني فخ تكفى. الله يا طيب ليزك. الله الله 16 ايزي. اوف الله يحتريك. ها زمان عن الامبوز السهله. وي وي الله المتعه. يمين بالله شكل جامد يا عيال. لو يحطون بدال الكفر. لو يحطون بدال الكفر. ها حلو يوقف الناس. اخر اخر اخر. الله التهويش. 19 اللي بعده اللي بعده. هلا بي يا اخي. ليش حط فخاخ كذا؟ تقهر. ما المشكلة ما تنتبه لها. هلا بالكهرب. اوف اوكي. شوف نفس الحركة كل شوي. ما بدا يكمل. اقول نفس الحركة كل شوي. جام درع من الاخر. هذا كوشته الله. يا اخي والله اني حريف. محترف كيس اي. اوكي خلينا نشوف شلون توصل لذي. ها؟ وشلون؟ شباب انا بطلع من حساب النادر ذا. اوكي الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيش. طيب. سويتها. وش؟ ايش صرخة ذي؟ ايش صرخة عنده ايش ذي؟ يلا فخ. غريبة ما صرخت اي. شفت؟ انا جيت بوجهها على طول. طعم البط. يلا نزدي له. يا ربي وتربي. وش البط الكريه؟ مو بطيح هذا. سوري جو ثرو ذا فايت. سامعني سامعني يا الكلب. والله بس انك جربت يسار ما ضبط رحت يمين. اوكي. والله والله كنسلت رجعت انا. على بالي انه بينجر. الله ياخذ بليزه. لا لا دفيتك. رجعت البدايه انا. اوكي. الله لف 30 حميزي. اوه الله 31. انا لازم اخلص ماب سريع سريع. اشوف وش المده اللي اقدر اخلص فيها الماب سريع سريع. الله هلا بي البوم. وهلو بالحرمه قبيب. لا جامده. ها سالفه اخذت ليش ما نطيت انا؟ لا 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 ما ادري مستعجل. اصبر. طيب وش مستعجل؟ حلو هذا دروبر لعبتي. العرق عرق الدحوم. بتاكد صح ولا لا؟ يا رجال ليش احلق؟ ايزي والله عديتها. ليش تحلق؟ الله اوه زين. سهل يا رجال. لا بالسريع. اوف سلوم اقسم بالله انك احسن واحد. انا ما طالع قدامي انا امشي. ها اوكي 40 طالع تحت وامشي احفر. اوه سلوم بغيت تذبحني اقسم بالله. اوه هلا بالعيال. يمين بالله ذول الفلات اللي كذا يضبطونك بدون ما تسوي شيء. اشكرهم.
بغيت ابلع الفخ الله ياخذ بيسك. انت ذحين ليه؟ وش اموت من الفخ يعني؟ موت موت. اوكي 44 ايزي دحوم. اوكي انا اوديك ايزي دحوم. وش ذا؟ ليش فخاخ كذا مره كثير؟ فخاخ مو فخاخ بنت الطياره زهير. ايزي دبل 45 45 ايزي ليفل. انا ميت. ووو ها وش هذه؟ اوه الفخ يا فخ في عيونك حكي. هلا سلوم سلوم يا كريم. والله جاني دروب قسم بالله جاني دروب بدح والله. والله خلاص يوقف يوقف. انا دايما مستعجل عشان الفخ لا يشتغل علي. هلا بيل ها هلا اخيرا تخير. تخير خلاص ما تخير تخير الثيم. ها وصلت كم دح 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 وين انا؟ شنو عليت انا؟ بسم الله وي اصبر روح الثلج. ها كلاعب دحوم امشي امشي بس امشي حلو بالسرعه. ايه ليه ما اعطاني سرعه زيك؟ ما اعطاني سرعه زيك. ها ما ادري ليه ما تمشي. ايه والله جاني دروب قسم بالله جاني دروب. يا سلوم اخرتنا يا سلوم. ايش متكلم؟ الله الدنيا. اما هنا في زون. بسرعه اوف اوف لا ايش كنت تسوي انت؟ شفتها صح وطحت والله غبي. اوه توقف عادي. والله انا مستعجل. تكفى الله ايزي دحوم ايزي دحوم. وي 55 هلا بسرعة. وبعدها البونزر. تكفى تكفى وصلني. ايش ما يوصلني؟ اوكي وصلني والله. يوصل يوصل. لا والله كنت بطيحك. كل ذا عشان والله الرياكشن حقك مره متاخر. قهر يا اخي. طحت ما احتاج انك تطيحني. هذا خيرا. الله الله الله. والله يلخم. اخ اوريك اوريك. موت. تكفى. اوه اصق نفسك في الجدار. شوف كيف طيح سلوم. يا شوي ذا ايزي يا رجال يا رجال ايزي يا رجال. والله شوف مسهل لك اياه مره. حاط اطول شيء ثلاث مع بعض يا رجال. الله ياخذ بيسك. لا 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 اصبر يا ثلج اصبر يا ثلج. سيب فيه خلاص خليه يروح. اقول اصبر يا ثلج. تكفى وصلني. لوك اب. اوكي كذا كذا. ايه ما يوصل. اوف وصلنا. اوكي اوكي هذا كذا ايزي يا رجل ايزي. طيب ليش طيرني؟ طيب لا شيء يخصني. انا رايح فين؟ انا رايح. الله عليك ايزي يا رجل ايزي ايزي. دامت الطياره مرقه. هي اصبر اصبر دحوم. تعال خذني تعال امشي معي خايف. لا من الغباء. تكفى قول لي بس تشيك بوينت خلنا نسوي ريسبون. يلا اللي بعده. ها؟ ها؟ وش ذا الغش؟ فخ قدامك. داري. اوكي. ايزي يا رجال ايزي يا رجال. لك هاي تهدي. هاي تاكل ام الفخ. ايزي يا رجال ايزي. يمين بالله اني حريف. احسن واحد سلوم. لا 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 لا. اوه الحمد لله. وش ذا؟ امزح شباب كلبشوني. بسم الله. وو تحمس تحمس تحمس. وي
ايوه هدري هوش. ويييي ايزي. والله انك غشاش. ما ادري ليش غشاش بس. بس ما تموت. اوكي. اوكي. والله بغيت اموت. رجال اخر بس. الله يقطع ابليسك. نكبت امي. وي ستة زبعيد عيال ما بقال له شيء ما بقال له شيء وش ذا؟ اوه لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف لون الاخضر على لوني المفروض ما اموت اوكي مت لا الله والله بغيت اموت الخيارة صعبة شوي تحمست انا لا 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 اوه والله بغيت اموت مرة ثانية جي جي دحم ها والله ما عندي الا ذا الحركه ذا اوف والله انا لما طيرني على فوق رحت عليها اي على الفخ رحت على الفخ اي والله رحت على الفخ يا اخي حركه الفخاخ كريهه ما اطيق هذا تنقز اخف فجاه الله اللفه اللفه المعاكسه ونطه العمر الله المفروض كم بسرعه يا اخي شلون رحت انت هناك؟ ما ادري اقدر اروح بشكل زاويه ولا لا؟ اتوقع ايه جرب كذا ما يمدي امزح والله اني مدي سلكت ترى اوكي الفخ اللي بعده الفخ اللي بعده 86 ما بقى شيء دحوم 14 ليفل انا شفت في هذه شلون لفيت انت؟ والله ما ادري قسم بالله اني ما ادري انا قاعد اخلص سريع سريع دحوم يميني انت تهويش 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 الله الله يخارجنا يمين اليسار صراحة اوف اوف لا يقلع من الصدف يمين بالله صدف صدف الحمير عجايب والله ما ادري اشوف قبل شوي ورا بسم الله اوه أطلع امشي يا واد امشي 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 لا توقف يا واد ها والله كني بطيء والله ما ادري كيف كذا على قدام يا اخي شلون مسوي ذي الحركه اللي شيء داخل ما ادري ايش حطه فوق يا هذا ما اتوقع انه انا ليش قاعد امشي معك كذا بسرعه بسرعه لازم اخلص الماب الحين ما تسير طب خلص الباب بس هذا ما علي يرحم امك ثلج ثلج هلا 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 دووووو والله جامد المنظر هنا وشو اما سبيد ذا الشكل اما سبيد ذا الشكل يا عيال يمين بالله انه شكله جامد وشو؟ شو سبيد؟ ايه يمين بالله شكله جامد ثانكس Thanks. Welcome. Four. Thanks. Thanks for playing. Thanks for. علق لنا اثنين جينا. Did you use Rift against the chair? Okay. يقول استخدم الريفت. ها؟ وووو. وش هذا؟ والله يلعب فينا اهو هنا. جي جي. الله خلص الماب. عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك الماب رهيب مع انه 100 ليفل وديفولت ديث ران بس افكار رهيبه صح ان الفخ كل شويه كررها بعد النطه وذي الاشياء بس تصميم اقسم بالله العظيم شيء جامد والله شيء جامد فعموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين قناه دحوم تحت في الديسكربشن اذا تبغون تشتركون عنده فضبطوا اشتراكات وكذا كود الشوب لا تنسون في اس ال ويتبون العب اكثر سكنات نادرة وحسابات نادرة اكتبوا لي تحت في الكومنتات ان شاء الله انكم ما تكسرون في هذا المقطع من ناحية الدعم بس شكرا على خير